واوعي تفتكري ان رجالة الدنيا غيره. لا يا حبيبتي، الرجالة كلها صنف واحد، اول ما يحسوا ان الست اللي معاهم معاها فلوس يا بيطمعوا فيها يا بيرموا البلا كله عليها وتبقى هي اللي شايلة الطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر قصة كنا فيها مع بعض، وجايلكم النهاردة بحكاية ان شاء ربنا هتنال اعجابكم. بس طبعا كالعادة قبل ما نبتدي الحكاية نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، ويلا بينا نتعرف على بطلة القصة. انا نعمة، عندي 28 سنة، كنت البنت الوحيدة في العيلة، كنت الدلوعة بمعنى اصح، كنت أنا البنت الوحيدة وكل الأحفاد بقية العيلة كلهم صبيان. أمي كانت هي البنت الكبيرة لجدي، وكان ليها كمان 3 إخوات، ولدين وبنت، وعلشان هي الكبيرة كانت أول واحدة تخلف وتجيب بنت، وطبعا أنا كنت الحفيدة دي. كنت أسمع من أمي إن جدي ساعتها أبوها كان فرحان بيا لدرجة ما تتوصفش، على الرغم إن خلاني خلفوا كمان بعدي صبيان، العيلة كلها كانت أولاد، لكن فرحتهم بيا انا كانت غير. وطبعا بما ان جدي كان من الرجاله القليله اللي بتحب خلفه البنات، كانت نعمه هي اللي على الحجر. جدي كان بيحبني جدا وكان بيميزني، اي نعم انا ما عشتش معاه كتير، لكن كل ما افتكره افتكر حنيته عليا. ومن كتر حب جدي ليا كتب لي حته ارض باسمي، بعيد عن حق خلاني وحق امي كمان، وكانها كانت هديه ليا بسبب فرحته وحبه ليا. وعدت السنين وجدي توفاه الله، أما أنا بقى كنت زي ما دلوعة جدي كنت دلوعة أمي وأبويا. وأمي عدت السنين وهي محافظة على حتة الأرض اللي خدتها من جدي ليا، حتى بعد ما خدت ورثها كانت فاصلة حتة الأرض بتاعتي خالص وملهاش دعوة بيها، وكانت مقررة إن هي تبقى ليا ولولادي فيما بعد، لحد ما في يوم حصل خلاف بينها وبين خلاني بسبب إن هما كانوا عايزين حتة الأرض بتاعتي ويبدلوها بحتة أرض زراعة، بعد ما عرفوا إن الأرض اللي جدي كاتبها لي دخلت كردون مباني. لكن ساعتها أمي وقفت لهم وقالت لهم حتة الأرض دي بتاعت نعمة، وأبويا الله يرحمه كان كاتبها لها ومحدش هيتحكم فيها. هو أنا علشان البت لسه ما بقتش عروسة وتقدر تتحكم في مالها عايزين تاخدوها؟ ساعتها خالي رد عليها وقال لها طب وفيها إيه يا صباح؟ بقولك هناخد القيراطين ونديك قصادهم 4 5 جنب حتة الأرض بتاعتك الزراعة. لا ما ينفعش يا محمود، علشان انت عارف ان حتة الأرض بتاعت نعمة دونا عن أرضنا كلنا دخلت كردون مباني، هو انتوا طمعانين في حتة الأرض بتاعت البت؟ طبعا الخلاف ده خلي خلاني يزعلوا من أمي جدا، لحد ما كبرت وبقيت عروسة ودخلت الجامعة وكمان اتخرجت، وبدأت العرسان تدق بابي. لكن اللي كنت بستغربه ان امي اي حد يجي لي من العيله كانت بترفضه، سواء ابن خالتي او سواء واحد من ولاد خوالي برضه كانت بترفضهم. ولما كنت اسالها كانت تقول لي كل اللي جاي لك من شباب العيله يا حبيبتي اعينه على حته الارض بتاعتك، اصل انت ما تعرفيش يا نعمه الارض بتاعتك دي جايبه كام دلوقتي، هي بنتي الكام قيراط اللي جدك سايبهم لك بملايين، وانا عايزه لما اجوزك لواحد يبقى حبك ليكي لشخصك، مش عايزة انه يكون طمعان فيكي. علشان كده امي قفلت باب الجواز من العيلة بالضبة والمفتاح، لحد ما في يوم اخويا قعد مع امي وقال لها ان في واحد من ولاد الجيران عايز يتقدم لي، كان اسمه اشرف، وجه وقعد مع ماما واخواتي وتمت الخطوبة. وفي يوم كنت قاعدة معاه ولقيته بيقول لي انا فرحان قوي يا نعمة ان احنا اتخطبنا، انت ما تعرفيش انا بحبك من زمان قد ايه، وبصراحة ما كنتش مصدق ان انتي هتوافقي عليا، وانا كمان فرحانة يا اشرف. بس بصي يا حبيبتي، انا قبل اي حاجة عايزة اعرفك ظروفي، وان الشركة اللي انا شغال فيها يعني بصراحة ملهاش امان، وممكن اسيبها في اي وقت واشوف شركة غيرها، فانا يعني على قدر الكريم زي ما بيقولوا، علشان ما تجيش في يوم وتقولي ان انا ضحكت عليكي، ونفسي تستحمليني في ظروفي الحلوة والوحشة، ولازم تتأكدي ان انا لو معايا عمري ما هبخل عليكي. ساعتها رديت عليه بكل حب، طول عمري بشوف ماما وهي واقفة جنب بابا وعمرها ما شيلته هم حاجة، وبعدين بعد الجواز هنبقى حاجة واحدة، والمليان بيكب على الفاضي. وبعدين عايز أعرفك حاجة، ما تشيلش هم الفلوس، أنا جدي الحمد لله كان كاتب لي حتة أرض
أسمع دايما من ماما إن هي بتجيب ملايين، وحتى لو زنقت معاك في يوم أكيد إيجار الأرض دي هيملى بيتنا بالخير، وما تشيلش هم حاجة. ساعتها لحس إن أشرف وشه انبدل وانشكح 360 درجة، وكأنه ما كانش مصدق كلامي. ومن ساعتها بقت شغلته الشغلة هي حتة الأرض. لما كلمته في يوم في التليفون علشان اطمن عليه وانه بقاله يومين مختفي، لقيته بيقول لي: اصل انا يا حبيبتي كنت بدور على الارض بتاعتك ووصلت لها وعرفت الناس اللي مأجرينها منك. طب وانت ليه عملت كده يا اشرف؟ عادي يا حبيبتي، ما انا لازم اطمن عليكي، وبعدين انت بعد الجواز هتبقي مشغوله ببيتنا وحياتنا واولادنا، فانا طبعا اللي هبقى مسؤول عن الموضوع ده. ده انا هسيب الشغل خالص وهبقى متفرغ لها، الا الناس دي تكون بتضحك عليكي وبتديكي فلوس هايفة قصاد الأرض. بس اطمني، أنا شددت لك عليهم وهيعلوا الإيجار يا بنتي. ده أنا سألت على تمن الأرض في المنطقة اللي هي فيها، لقيتها تعدي 7 مليون جنيه. ده أنت بيضالك في القفص. وهو مش كده وبس، بقيت حاسة إن هو كأنه مدير أعمالي، كل فترة بيفكر لي في بيعة، وكل فترة بيجيب لي مؤاجر تاني، وبقيت حاسة إن هو كل همه حتة الأرض وبس، وكأنه بيتجوز الأرض ومش بيتجوزني. لحد ما وصلت المرحلة اللي أنا فعلا ما بقتش عايزة أكمل معاه ولا عايزاه، وعرفت أمي الكلام دوت، وبعد تفكير طويل فعلا قررت إن أنا أسيبه. ومن بعدها أخدت جانب شوية من الجواز وما كنتش عايزة أرتبط، لكن أمي أصرت عليا في الجواز. لكن ساعتها شرطت عليا ولقيتها قعدت معايا وقالت: بصي يا حبيبتي، أنت جاي لك عريس، وأنا وإخواتك وأبوكي واثقين في أخلاقه وإن ابنه حلال، لكن بصي بقى، وقبل ما تقعدي معاه وتقولي قرارك بالموافقة ولا لأ، موضوع الأرض ده تنسيه خالص، واوعي تنسي اللي أشرف عمله معاكي، واوعي تفتكري إن رجالة الدنيا غيره. لا يا حبيبتي، الرجالة كلها صنف واحد، أول ما يحسوا إن الست اللي معاهم معاها فلوس يا بيطمعوا فيها يا بيرموا البلا كله عليها وتبقى هي اللي شايلة الطين. أي واحد هتتجوزيه هتوافقي عليه اللي جاي لك اسمه عبد الرحمن. تنسي خالص موضوع الأرض وما تعرفوش إنك عندك ورث ولا جدك كتب لك حاجة، وتسيبيه كده على قيد الكريم علشان هو اللي يتحمل المسؤولية، بدل ما يطمع فيك ويعمل زي اللي عمله أشرف. قلت لها: طب إزاي يا ماما؟ ده هيبقى جوزي وأبو ولادي، يعني أنا مش هقدر أخبي عليه، وبعدين لو جه في يوم عرف إن أنا مخبية عليه حاجة زي كده أكيد هيزعل. اسمعي يا بنت كلام أمك، ما هو في الآخر هيبقى خير ليكي ولولادك، لحد بعد سنين بقى ما تتأكدي ان هو ابن حلال ويستاهل انه يعرف. وبعدين ما فيش راجل هيكره ان مراته عندها فلوس، لكن مش في اول جوازك ولا حتى في اول خطوبتك. اسمعي كلام امك علشان تعرفي معدن الراجل اللي قدامك. وفعلا سمعت كلام ماما، واتفقت انا واخواتي ان عبد الرحمن لما يجي يتقدم لي ووافق عليه محدش يقول قدامه سيرة الارض. وفعلا لما قعدت معاه حسيت ان هو شخص محترم جدا، وكان متدين، وكل همه صفات البني آدم اللي قدامه. وتمت الخطوبة. مش هنكر إن فترة الخطوبة كانت أحسن فترة في حياتي، كان دايما ابن أصول معايا ومحترم، ودايما بيجيب لي هدايا، وأي حاجة تتم في الشقة كان دايما ياخد رأيي فيها، واللي ما بيعجبنيش كان دايما بيغيره، لحد فعلا ما اتعلقت بيه وحبيته. وتمت فترة الخطوبة على خير، وبعد كده اتجوزنا. عشت معاه أول 3 شهور أجمل 3 شهور عشتهم في حياتي، لحد ما كنت دايما اقول لماما اللي انا عايزه اقوله على موضوع الارض، وان انا حاسه بذنب علشان ما حكيتلوش، لكن هي كل مره كانت بتحذرني ان انا احكيله وتسيب الموضوع ماشي زي ما هو. اما ايجار الارض بقى كان بيوصل لي كل شهر من اهلي على انه مساعده من اهلي ليا، وطبعا كانت ماما بتبعت لي زياره معاه. وطبعا ساعتها كنت بحترم عبد الرحمن جدا، انه عمره في مره ما مد ايده على الفلوس دي، ولا عمره كان بيسالني عليها، وكان يقول لي ان الفلوس دي بتاعتك انتي. وقعدت الشهور وربنا كرمني وحملت في بنتين توأم. لكن عبد الرحمن من ساعة ما عرف إن أنا هخلف بنات توأم، وأنا بدأت أحس إنه اتغير معايا، وكأنه ما كانش فرحان حتى بعد ما ولدت. بدأت أحس إن هو بقى يسيب البيت كتير وما بقاش يحب القعدة فيه. ما بقتش عارفة هو زعلان إني خلفت بنات ولا في ضغط في شغله. لحد ما في يوم قعدت معاه وقلت له: هو في إيه يا عبد الرحمن؟ هو أنت ليه زعلان إن أنا خلفت بنات؟ وانا حاسه دايما انك متغير معايا. لقيته بيقول لي: بقول لك ايه يا نعمه، فكك من اللي انت جايه فيه، انا زهقان وتعبان، وبعدين ما توقفليش على الواحده، وانا ما قلتلكيش يا حبيبتي اني ما بحبش خلفه البنات،
اهي خلفتك واديني عايش معاهم، وبعدين مش مقصر معاكي يعني. هو انت بتتكلم معايا كده ليه؟ مش المفروض تعملني بطريقة احسن من كده؟ بقولك ان كنت عايزة تعيشي معايا ما توقفليش على الواحدة. وبالمناسبة صحيح، موضوع الحب بقى دوت، دايما كنت شايفة امك وابوكي بيحبوا بعض والرومانسية مقطعة بعضهم فيهم، فمش كل المتجوزين كده، ومش كل حياة المتجوزين حب ولفلفة. طب انت دلوقتي ليه بتجيب سيرة امي وابويا وبتغلط فيهم؟ هما عملوا معاك حاجة غلط؟ اه ده انت هتعلقيلي على الواحدة بقى. طب بمناسبة اهلك صحيح، الفلوس ليه بتاعت الشهر اللي بيبعتوها لك كل شهر دي ما جاتش الشهر ده؟ غريبة يعني، اول مرة تسأل عليها. عادي يا حبيبتي، مزنوق. وبعدين الفلوس اللي هتيجي ما انت بتصرفيها انت وبناتك، هجيب لك منين؟ طب ما هو بناتك زي ما هم بناتي يا عبد الرحمن. عامة اخويا الشهر ده في شغل بره مصر، علشان كده اتأخر في المجاي، وامي مش هتقدر تجيبهم لي وتيجي، ما انت عارف ان في مسافة بيني وبينهم. طيب يا حبيبتي، اعملي حسابك ان الفلوس دي اول ما تيجي تجيبيها لي علشان مزنوق فيها، وانتي ماشي نفسك باللي موجود في البيت، ما انا مش هلاحق عليك انت وبناتك كل يوم والتاني لبن وبامبرز. استغربت، بدأت احس واشوف قدام عينيا البني ادم الطيب الخلوق المحترم اللي مفيش منه اتنين بيتغير كل يوم، وحاله بيكون اسوأ عن اليوم اللي قبله، لحد ما اخويا جه فعلا واداني الفلوس. لكن في اليوم دوت عبد الرحمن اخد الفلوس ومرضاش يديها لي، ولقيته بيقول لي اللي تعوزيه بيقولي لي عليه، ما كده كده الفلوس مصروفة على البيت، مش هاخد حاجة احطها في جيبي، وبعدين بصراحة ما بقيتش حمل مصاريفك. مرضتش ساعتها اتكلم معاه ولا ادخل معاه في جدال، لكن المشكلة ان كل يوم كنت بشوف حاله بيسوق، كان بيبات بره باليومين وبالتلاتة، وكان ساعتها لما يرجع الاقيه لطيف معايا جدا انا والبنات، لكن بسرعة كان بيتغير، ولاقيه سرحان وماسك تليفونه وبيتكلم بالليل بالساعات، وانا ده كله ومش فاهمة فيه ايه، لحد ما قررت اني لازم اراقبه واعرف ايه اللي غير احواله الكام شهر اللي فاتوا. وما كانش قدامي ساعتها غير حل واحد، اني اكلم يوسف اخويا واخليه يشوف لي حل. ولما يوسف جه في البيت وقعد يتكلم معايا في وقت عبد الرحمن ما كانش موجود فيه، وحكيت له على كل اللي حصل، لقيته بيقول لي وانت ليه يا حبيبتي عايزاني اراقبه واجيب لك تصرفاته؟ انا بيتهيالي ان عبد الرحمن راجل محترم، ويعني ما نتوقعش منه حاجة عيب. بقول لك ايه يا يوسف، انت الوحيد اللي هتقدر تساعدني، هتعمل كده ولا اشوف حد غيرك؟ لا لا يا ست البنات، هو انا ما اقدرش على ذلك، اللي انت عايزاه هعمله لك، بس انا متأكد ان تفكيرك هيطلع غلط، وان عبد الرحمن كل اللي عليه انه مضغوط بس نفسيا. يا بنتي ده مخلف بنتين توأم وكتر ذنهم يجنن، وبعدين انت عارفة المصاريف غالية على الكل، ما انا راجل متجوز ومطحون وطالع عيني. بقول لك ايه يا يوسف، بطل كلامك ده، اعمل اللي بقول لك إيه عليه. حاضر يا حبيبتي. ومر 10 ايام ويوسف ما كانش جاب لي اي حاجه، لحد ما في يوم لقيته جه للشقه الصبح بدري، وكان ساعتها عبد الرحمن لسه نازل الشغل، وقلت له يا ريتك كنت قربت شويه، ده عبد الرحمن لسه نازل. لا ما انا عارف، علشان كده جيت لك وعايز اقعد معاك لوحدنا. في ايه يا يوسف؟ ادخلي علشان نقعد نتكلم جوه هنا. ساعتها لقيت يوسف بيقول لي كان عندك حق، على فكرة انا عرفت ان عبد الرحمن جوزك متجوز بقاله 2 شهر، وكمان مراته حامل، واللي فهمته من موضوع جوازه التاني ده كان نفسه يخلف ويجيب ولد. متجوز ازاي اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين لما هو عايز يجيب الواد ما جابوش مني ليه؟ ده انا لسه اول مرة اخلف، وبعدين انا كنت حاسه اي نعم انه مش فرحان بخلفه البنات، لكن مش لدرجه انه يتجوز عليا. هو الموضوع مش كده وبس يا نعمه، بصراحه في حاجه تانية عايزه احكيها لك، خايف انها تكون السبب. من كام شهر كده عبد الرحمن كان جاي قاعد معايا، وكان زهقان وتعبان من كتر المصاريف، ويعني ان خلفه البنات تقيله عليه، وانه مش قادر على المصاريف، وانه محرج انه يقصر معاكي. لقيتني ساعتها بقول له معرفش بقى انا كنت قاصد ولا لا، بس قلت له والله كلنا كده، بس يعني الدنيا مش مضغوطة عليك لوحدك، بصراحة أنا محرج من أهلك بسبب الفلوس اللي هما بيبعتوها النعمة كل شهر، وأكيد هما بيساعدوك هما كمان. لا يا عم يساعدوني إيه، الفلوس اللي بتيجي النعمة كل شهر ديك مش مساعدة ولا حاجة، ده إيجار الأرض بتاعتها. يا ابني أنت مراتك أغنى واحدة في العيلة، ده عندها أرض بملايين، ولا أنت ما تعرفش؟ طبعا هو انصدم من كلامي،
لأن أنا كنت عارف إنه ما يعرفش، لكن ساعتها اللي خلاني حكيت له إن أنا كنت غيران شوية، وكنت بقول لنفسي لو جدي كان ساب لي حتة أرض زي اللي سابها لك ما كانش حالي يبقى كده واشتغل بدل الشغلانة 2 و3. ما أعرفش كلامي دوك هو السبب في تغييره معاكي ولا لأ، بس يا ريت يا نعمة تسامحيني، حقك عليا يا بنت أبويا. ساعتها ما بقيتش عارفة أزعل من يوسف أخويا ولا عديله وأنسى، ولا واجه جوزي اللي أنا اتصدمت فيه إنه راح يتجوز عليا لمجرد إنه عايز يخلف الواد، ولا هو فعلا زعلان من إن أنا كنت مخبية عليه إن أنا عندي أرض وهو ما يعرفش. ساعتها يوسف أخويا مشي من غير ما عاتبه، واستنيت عبد الرحمن لحد ما رجع من الشغل وبقلاه كله على المكشوف، لقيته بيقول لي خلي يا حبيبتي اللي عرفك إن أنا اتجوزت عليكي ينفعك، وعلى فكرة كنت مستنيكي تعرفي وأقولك أني اتجوزت ورحت أتجوز واحدة تانية علشان أخلف منها الواد، وبيتهيالي زي ما انت ما بتخبي وعندك أسرار مدرياها وخليتي جوزك راجل وحش وطمعان في أرضك وفلوسك علشان كده ما قلتلوش، أنا كمان من حقي أعمل اللي أنا عايزه وأتجوز واحدة بنت أصول ما بتخبيش عليا حاجة وأبقى جوزها وراجلها ومالي عينيها. أنت إزاي بتقول كده يا عبد الرحمن؟ أنا موضوع الأرض ما كنتش مخبياه، أنا كنت بس مستنية الوقت المناسب. كلامك ما يلزمنيش، وبما إنك بقى ست هاني وكده وسيدة أعمال وبتأجري أرض وبيجيلك منها فلوس والفلوس مكفياكي، يبقى أنا ماليش لازمة في حياتك. والله إن كان عاجبك تعيشي معايا على الوضع ده، عاجبك مش عاجبك انتي حرة، ومن باب العلم بالشيء منك وعرفتي بقى من هنا وجاي ما تطلبيش مني فلوس، عندك أرضك اصرفي منها انتي وبناتك، يا إما كل واحد فينا يروح لحاله. أنا بقى اتجوزت واحدة بنت أصول وبتسمع كلامي وأعرف عنها كل حاجة، وأعرف كل حاجة من ساسها لراسها، وكمان حامل وإن شاء الله هتجيب لي الواد. أما انتي انا كده كده مستغني عنك زي ما انت ما استغنيتي عني. انت قد الكلام ده يا عبد الرحمن؟ بقى انا للدرجه دي رخيصه عندك؟ بقولك ايه، بصي كده ومن الاخر، انا ما بقيتش عايزك، وكل فتره حبيتك فيها انت خليتيني اكرهك بعد ما حسستيني ان انا ماليش لازمه في حياتك، وبما انك عرفتي بقى انت طالق يا نعمه. ما بقيتش مصدقه اللي بسمعه، بقيت حاسه ان انا بمر بابتلاء عظيم وكبير قوي من ربنا، وكنت حاسه ان انا مش قده. لميت شنطه هدومي واخدت بناتي ورحت لبيت ابويا، وكلهم كانوا بيلوموني وبيعاتبوني على اني خبيت، في نفس الوقت ان امي واخواتي هم اللي خلوني عملت كده. ابويا وامي واخويا واخواتي كلهم حاولوا يتكلموا مع عبد الرحمن علشان يهدوا الدنيا، لكن هو كان مبسوط مع مراته التانيه وبابنه اللي جاي في الطريق. علشان كده قررت ان انا هعيش لبناتي ومش عايزه اي حاجه من الدنيا. ومرت الأيام وبناتي بقوا يكبروا قدامي، ونسيت أصلا إن أنا كنت متجوزة، لكن يا شيء القدير إن أبويا يتعب ويتوفاه الله، ومن كتر حب أمي في أبويا وتعلقها بيه عدى بالظبط 3 شهور على وفاته، وهي كمان حصلته، وبقيت عايشة في بيت أبويا لوحدي، وأنا ما بقيتش عارفة هيكون مين ليا في الدنيا تاني. لكن أخويا يوسف الله يسامحه ربنا ما يهدهوش، كان متجوز واحدة زي التعبان، عماله تبخ في دماغه وتقول له ان انا معايا ارض الملايين ومش محتاجه ارض ابويا ولا بيت ابويا علشان اعيش فيه، فعلشان كده فضل يزن عليا علشان اسيب بيت ابويا وراح اشتري لي شقه بالفلوس اللي عندي وان معايا ارض كبيره. وفعلا بعد مشاكل كبيره حصلت بيني وبين اخواتي اضطريت اسيب بيت ابويا، بعد ما حسيت ان كل اللي حواليا مستكترين عليا حياتي ومستكترين عليا حته الارض اللي جدي سابها لي، وفي نفس الوقت اترحمت على جدي اللي ساب لي حتة أرض بفلوس كتير لو ما كانتش موجودة دلوقتي كنت اترميت في الشارع. رحت عند خالتي اللي هي كانت أخت أمي، ما كانش ليها أولاد غير ولد واحد وكان مسافر بره مصر، رحت قعدت عندها في البيت لحد ما أدبر أموري وأشوف هعمل إيه. بعدها بكام يوم بعت جزء من الأرض بمبلغ ما كنتش أحلم بيه، واشتريت شقة تمليك ليا وللبنات، والباقي حطيته وديعة في البنك لحد ما افتح مشروع اقدر اصرف منه. ما بقتش عارفه كل اللي بيحصل لي ده ليه، جوزي طلقني علشان عارف ان انا عندي فلوس كتير وكنت مخبيه عليه، وربنا كرمه بولد ومراته حامل للمره التانيه، اما اخواتي بقوا يبصولي من بعيد واستكتروا عليا الفلوس اللي معايا، وحتى ورث امي وابويا منعوني منه وقالوا لي كفايه اللي عندي.
أما خالتي كانت هي الوحيدة السدر الحنين ليا، ما كانش ليا في الدنيا غيرها. مرت الأيام والسنين وولادي كبروا قدامي والبنات بقى عندهم 4 سنين، لكن يا شيء القدر إن أنا كنت بشوف الدنيا بتمشي حواليا. هو أنا مش عارفة ده حقي ولا ابتلاء للناس اللي افترت عليا. أخويا يوسف خسر كل الفلوس اللي باع بيها بيت أبويا علشان خاطر يفتح بيها مشروع. أما طليق عبد الرحمن، يا شيء ربنا إن ابنه يجيله مرض كبير قوي ويصرف اللي وراه واللي قدامه علشان يعالجه بيه. أما أنا بقى، المشروع الصغير اللي فتحته في الملابس كبر وقدرت أفتح منه فرع واتنين وتلاتة. أما الجديد بقى إن خالد ابن خالتي رجع من السفر، خالد اللي كان بيحبني من وأنا بنت عندي 15 سنة، وجيت أقدم لأبويا مرة واتنين وتلاتة علشان يتجوزني، لكن أمي كانت بترفض لأنها ما كانتش عايزة تجوزني من شباب العيلة. أكتر واحد بعد ما رجع من بره مصر هو واقف جنبي وفطولي وبيعامل بناتي كويس جدا، وطلب إيدي للجواز مرة واتنين بعد ما عرف إن أنا اتطلقت، لكن أنا كنت برفض لأني مش عايز أظلم البنات. لكن في حاجة حصلت خلتني إن أنا أغير مفهومي لكل حاجة. لما ابن عبد الرحمن طليقي تعب وكان محتاج فلوس، جت مرات عبد الرحمن تطلب مني فلوس مساعدة، كنظام سلف لأني أنا الوحيدة اللي مش هردها علشان تقدر تعمل عملية لابنها. ساعتها احترت، ما بقتش عارفة أساعدها وأديها فعلا فلوس، على الرغم إن هي خدت مني جوزي وخربت حياتي، لكن أنا كنت متأكدة إن هي جاية من ورا عبد الرحمن. لكن فعلا ربنا هداني ساعتها ان انا اديتها الفلوس وقدرت تعمل العملية لابنها، ويعني ربنا رضله صحته من تاني. ساعتها بقيت حاسة ان انا فعلا محتاجة راجل في حياتي يكون اب لولادي ويكون سند ليا. قررت في الوقت ده بعد 5 سنين من طلاقي ان انا وافق على خالد، وفعلا اتجوزته، وكان نعمة الزوج ونعمة الرجل الصالح اللي حافظ عليا وعلى مالي وعلى بناتي بحنيته ورجولته ومدى شهامته معايا وفي معاملته. في الوقت دوق عبد الرحمن افتكر ان هو اب وان هو ما ينفعش يسيب بناته ويتربوا مع راجل تاني في نفس الوقت اللي كان رامينا اصلا وما بيسألش علينا خالص. لكن الخير اللي انا عملته مع مراته وابنه وقف لي في الوقت ده، لما مراته حكت له وقالت له ان انا الواحده اللي ساعدتهم بالفلوس وانقذت ابنهم من الموت. انكسف عبد الرحمن من نفسه ومرضاش ياخد مني البنات، ومن وقتها وأنا عايشة حياة سعيدة مع خالد جوزي اللي اتقى ربنا فيا. كنت ساعات كتير أقعد أفكر بيني وبين نفسي وأقول يا ريت الزمن يرجع تاني وأوفر كل التجربة المريرة اللي أنا مريت بيها، وكنت وافقت على خالد واتجوزته من الأول وهو طلع أصلا مش طمعان فيا ولا حاجة. لأن الحمد لله خالد الفلوس اللي قدر يكسبها من شغله وهو بره مصر كانت تعيشه راجل مبسوط وسعيد مع أي واحدة يتجوزها. كنت أتمنى إن أنا كل السنين اللي مرت من عمري في جوازي من عبد الرحمن ما تحصلش، لكن نظرتي لبناتي كانت بتهون عليا. وهي دي كانت حياتي وباختصار، أتمنى تكون عجبتكم، لكن طبعا قبل ما أنهيها أتمنى أسمع رأيكم فيها، وإن أنا تصرفي كان مع عبد الرحمن صح إن أنا أخبي عليه ولا أنا كنت غلط وسبب في طلاقي منه، وان انا المفروض كنت اعيش لبناتي ومفكرش في الجواز تاني، ولا صح ان انا اتجوزت خالد وخليت راجل يكون سند ليا، وان انا ساعدت مرات عبد الرحمن بالفلوس علشان خاطر تعالج ابنها، دي كانت خطوة كويسة مني ولا لا؟ اتمنى تكونوا سمعتوها للنهاية، واتمنى برضو اسمع رأيكم في التعليقات، وتدعولي وتدعوا لنفسكم بصلاح الحال. وفي النهاية احب اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.